وصول العماد قائد الجيش. تا هب قدم سلاح. هي سلام سلاح. هيك مكان. هيك وضع إكليل من الزهر على النصب التسكاري.
تعهب. قدم سلاح. هيك. فلنتذكر شهداءنا. لن ننساهم أبدا. لن ننساهم أبدا. لن ننساهم أبدا. دقيقة صمت عن أرواح شهدائنا. جايب سلاح. هاي اكيه نيك.
تقليد الأوسمة. تا هب. قدم سلاح. هيك. افتتاحا اقرع الطبول. جايب سلاح. هيك. اكيه نك. حملت البياري. تا هب. مل سلاح. هيك. المجموعة الأولى خطوة إلى الأمام، المجموعة الثانية خطوتين إلى الأمام. سير إلى اليمين. دور إلى الأمام. سير تقليد الأوسمة. قادة الوحدات المكرمة، الوحدات المهاجمة. قائد عملية فجر الجرود، قائد لواء المشاة السادس.
فوز التدخل الأول. الفوز المزوقل. فوز الحدود البرية الثاني. وحدات مقاتلة من مديرية المخابرات. فوز التدخل الرابع. القوات الجوية. فوز المدرعات الأول. الوحدات المقاتلة المجموعة العملانية الثانية. فوز التدخل الثاني.
لواء المشاة التاسع. وحدات الدعم، فوج المدفعية الأول. فوج المدفعية الثاني. لواء الدعم، فوج المضاد للدجوع، فوج الهندسة الذي شارك في كافة العمليات الهجومية، وفوج الإشارة. وحدات المساندة، أركان الجيش للتجهيز، مديرية القوامة. منطقة البقاع،
مديرية التوجيه. الطبابة العسكرية. اللواء اللوجستي. فوج الأشغال المستقل. حملت الرايات. المجموعة الأولى إلى اليمين، المجموعة الثانية إلى اليسار، دور. المجموعة الأولى مرة يمينا، المجموعة الثانية مرة يسارا، للأمام، سير. Thank you.
قدم سلاح. هاي. اختتاما اقرعوا الطبول. جانب سلاح. هاي. مكاه. نك. تقليد وسام الجرحى لجرحى معركة فجر الجرود. النقيب عمر الشمعة من اللواء السادس. الرقيب وئام أبو كروم من الفوج المجوقل. العريف علي يوسف من لواء المشاة السادس. الجندي أحمد العلي من فوج تدخل الثاني. المجند سمير فاضل من لواء المشاة السادس. المجند ربيع سعد الدين من فوج التدخل الأول. المجند محمود ديب من فوج التدخل الأول. المجند إيهاب عوض من لواء المشاة السادس. تسليم الدروع التذكارية إلى زوية العسكريين شهداء عملية فجر الجرود.
الرقيب أول الشهيد باسم موسى من لواء المشاة السادس. الرقيب الشهيد عباس جعفر من لواء المشاة السادس. الرقيب الشهيد عارف ديب من لواء المشاة السادس. العريف الشهيد إلي فريجي من لواء المشاة السادس. العريف الشهيد عثمان الشديد من لواء المشاة السادس. الجندي الشهيد ياسر حيدر أحمد من لواء المشاة السادس. كلمة العماد قائد الجيش تعهب. قدم سلاح. هاي جانب سلاح. هاي مكيه نج. قادة الأجهزة الأمنية، قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال مايكل بيري، جانب الملحقين العسكريين، عائلات العسكريين شهداء، قادة الوحدات، أيها الضباط والرتباء والأفراد، أيها الحضور الكريم، نحتفل اليوم وإياكم بانتهاء عملية فجر الجرود التي انجلى غبارها بانتصاركم الحاسم على الإرهاب، هذا العدو الخطر الذي كان قد جسم لسنوات طويلة فوق حدودنا الشرقية فاستباح أرضها وأرهب أبنائها، لكنه بفضل عزيمتكم وشجاعتكم وإرادة القتال اللامحدودة لديكم وبفضل دماء رفاقكم الشهداء السبعة والجرح البواسل كان الانتصار عليه بدحره عن هذه الأرض إلى غير رجعة لتعود إلى أهلها وإلى كنف السيادة الوطنية ويرفرف علم البلاد فوق جبالها الشامخة ويصونها جيشكم الذي وثق به الجميع وراهن على دوره فكان على قدر الثقة والرهان. أيها العسكريون الأبطال، إن هذه المعركة التي خضتم غمارها بقرار حازم ورؤية واضحة كانت على المستوى العملاني وبشهادة قادة الجيوش الصديقة والخبراء والمحللين العسكريين المحليين والدوليين أكثر من ناجحة بكل المعايير والمبادئ العسكرية من سرعة حسمها وإنجازها خلال أيام معدودة إلى الحرفية القتالية في الأداء إلى التنسيق والتكامل بين مختلف أسلحة الجيش البرية منها والجوية واللوجستية والإدارية وصولاً إلى الالتزام التام بالقانون الدولي الإنساني. وفي الخلاصة حققتم الهدفين الأساسيين للمعركة، الأول تحرير الأرض من الإرهاب والثاني كشف مصير العسكريين المخطوفين لدى الجماعات الإرهابية المجرمة حيث استردت جسامينهم الطاهرة إلى عائلاتهم وقراهم وبلداتهم وكرموا أجل تكريم على مستوى الجيش والوطن بأسره. فهنيئاً لكم هذا الإنجاز التاريخي وهنيئاً للجيش الذي رصعتم صدره بأوصمة العزة والكرامة والعفوان. أيها العسكريون الأبطال، انتصرتم فانتصر بكم الجيش والوطن وباتت مؤسستكم في ظل الالتفاف الشعبي العارم حولها تتوسط البلاد كما تتوسط الأرزة العلم، إذ هب اللبنانيون خلال المعركة وبعدها
وعلى اختلاف مكوناتهم الطائفية والمناطقية لاحتضانكم والتوحد حولكم في إجماع وطني عارم لم يسبق له مثيل، فاشتعلت بهم ساحات الوطن وهم يتسابقون إلى تكريمكم والتعبير عن الاعتزاز بكم. انتصرتم فانتصرت بكم الدولة لأنها أصبحت أكثر مناعة في مواجهة التحديات الإقليمية والداخلية، وأكثر قدرة على دفع ورشة النهوض الاقتصادي والإنماء في البلاد. لكن وعلى الرغم من ذلك لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل، فلا يجب أن تحرفنا نشوة النصر عن مواصلة الحرب الاستباقية ضد الإرهاب بخلاياه النائمة وذئابه المنفردة، وعن متابعة مسيرة الأمن والاستقرار في الداخل وملاحقة كل من تطاول على أمن لبنان والجيش. وها قد بدأت سلسلة التوقيفات، وسيجري إلقاء القبض على كل من يثبت اعتداءه على الوطن أو على الجيش ومراكزه خلال الفترة السابقة، وهذا عهد قطعناه على أنفسنا وسنمضي به حتى النهاية. وكونوا على ثقة أنه لن يبقى في داخل البلاد أي مكان آمن لمثيري الشغب ولمطلقي النار من السلاح المتفلت، فسلامة المواطنين أمانة في أعناقنا، سنحافظ عليها مهما تطلبت من تضحيات. كذلك لا مكان آمنا لمن يعبث بالأمن الاجتماعي ومستقبل الشباب اللبناني من مروجي المخدرات وتجارها، مهما ظنوا زورا علو مقامهم وشأنهم، فكما كنا السيف القاطع في وجه الإرهاب كذلك سنكون في وجه هؤلاء العابثين. وفي موازاة هذه المهمات كلها عليكم مضاعفة الجهوزية والاستعداد لمواجهة إرهاب الدولة أي العدو الإسرائيلي المتربص شرا بالوطن على حدود جنوبنا الغالي، والذي من فك يطلق تهديداته ضد لبنان ويواصل ممارساته العدوانية التي تشكل خرقا واضحا للقرار 1701. لكن ذلك لن يرهبنا ولن يسنينا عن إداء واجبنا المقدس، بحيث عمدنا بعد انتهاء عملية فجر الجرود إلى تعزيز انتشار الجيش على الحدود الجنوبية للدفاع عنها، وذلك جنبا إلى جنب مع التزامنا الكامل القرار المذكور بمختلف مندرجاته، والحرص الأقصى على التعاون والتنسيق مع القوات الدولية لترسيخ أمن الحدود وتعزيز صمود أهلنا في بلداتهم وقراهم، ومواجهة جميع محاولات العدو الهادفة إلى ضرب استقرار المنطقة. أيها العسكريون الشجعان، الفخر لرفاقكم الذين خطفهم الإرهاب واستشهدوا على أيديه الآثمة، لأنهم سكنوا ضمير الوطن وأضاءوا بأسمائهم سجل الخلود وكانوا نبراس عملية فجر الجرود. الفخر لرفاقكم الشهداء السبعة ولجميع جرح الأبطال الذين أصيبوا خلال المعركة، لأنهم رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن ولونوا لوحة الانتصار وكانوا وقود مشعل التحرير. الفخر لكم أنتم ضباطا ورتباء وأفرادا، لأنكم كنتم على أرض المعركة مشاريع شهداء، لكنكم جابهتم واستبسلتم بين حدي النصر والشهادة فلم تهابوا الخطر لحظة ولم تترددوا. الفخر لجميع اللبنانيين على اختلاف مكوناتهم وأطيافهم ومناطقهم، فما نحن إلا جنود من بلداتهم وقراهم وبيوتهم وعائلاتهم الوطنية الوفية. الشكر والتقدير إلى هيئات المجتمع المدني والمؤسسات والأشخاص الذين بادروا إلى تقديم المساعدات المادية والعينية للوحدات العسكرية خلال المعركة وبعدها، لأنهم كانوا رمزاً للتلاحم الوطني بين الجيش وأهله. الشكر والتقدير للمجتمع الدولي والدول الصديقة على دعمها العسكري والمعنوي للجيش، ما أسهم بفعالية في تأمين مقومات المعركة. أختم بتحية إكبار وإجلال إلى جميع أرواح شهداء المؤسسة الأبرار، وبالقول لكم يا أبطال الجيش، لا خوف على وطن أنتم رجاله وسياج حدوده. عشتم، عاش الجيش، عاش لبنان. الاستعداد لعقد التحية. هب من سلاح هج
معاد جانب سلاح حك إلى اليمين دور من سلاح حك قوى المشاكة مرتين يمينا إلى الأمام سير طوافات هيوي 2 ويو اتش 1 اتش طوافة متعددة الاستخدامات تنفذ مهمات نقل جند إخلاء طبي عمليات مشوقلة بالإضافة إلى إطفاق حريق طوافات نوع غازيل طوافة قتال خفيفة ذو قدرة عالية على المناورة تنفذ مهمات دعم جوي قريب مزودة برشاشين عيار 12.7 ملم مذنبات عيار 68 ملم بالإضافة إلى صواريخ هوت طوافات نوع بوما طوافة متعددة الاستخدامات مزودة برشاشين عيار 30 ملم
مذنبات عيار 68 ملم بالإضافة إلى قنابل زنة 250 كيلوغرام و 400 كيلوغرام. طائرة سيسنا كارافان تستخدم للمراقبة والاستطلاع، مزودة بكاميرا عالية الدقة وصواريخ نوع هيل فاير، مزودة أيضا بليزر لتوجيه قنابل المدفعية الذكية كوبر هيد.
مظليين من المعلومات في قوى الأمن الداخلي يحملون علم لبناني وعلم الجيش اللبناني. سيد العماد نقيب معتز الحسني سيد عماد
قوى إلى الأمام. سيك. الوحدات المكرمة، لواء المشاة السادس، مديرية القوامة. مديرية التوجيه. الطبابة العسكرية. لواء المشاة التاسع. فوج المضاد للدروع. الهندسة. فوج الإشارة. اللواء اللوجستي. فوج المدفعية الأول.
المدفعية الثاني. موج المدرعات الأول. موج الأشغال المستقل. موج الحدود البرية الثاني. القوات الجوية. الوحدات المشاركة في الاحتفال. منطقة البقاع. الكلية الحربية. مدرسة الرتباء. التعليم. لواء المشاة الثالث. لواء المشاة الحادي عشر. موج الحدود البرية الثالث. الحدود البرية الرابع.
الوحدات المكرمة فوج التدخل الأول. التدخل الثاني. فوج التدخل الرابع. مديرية المخابرات. الفوج المشوقل. الوحدات المشاركة في الاحتفال. فوج التدخل السادس. فوج المغاوير. فوج مغاوير البحر. Thank you.
إذا بتسمعوا الضباط ما حدا بيغادر المنصة قبل مغادرة علم الجيش.